السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتعرف على أداة مهمة في برنامج الباوربوينت التي ربما لا يعرفها الكثير من مستخدمي هذا البرنامج. كما شرحنا في درس أو فيديو سابق، يمكنك أن تقوم بمشاركة ملفات باوربوينت على الإنترنت والعمل عليها جماعيا مع أشخاص آخرين. ما تحتاجه كما قلنا هو أن تقوم بتسجيل الدخول باستعمال حساب مايكروسوفت. يمكنك القيام بذلك من خلال فايل هنا ثم أكاونت. بعد ذلك يجب كذلك أن تقوم بتشغيل الحفظ هنا أورو سيف، يعني أن الملف يتم حفظه على وان درايف أو على الإنترنت. فعندما تقوم بالعمل على ملف مع شخص آخر، إذا حدثت أي تغييرات غير مرجوة، مثلا لنفترض دخل شخص بالخطأ وقام بحذف بعض الشرائح وقام بتعديل بعض النصوص على أي تعديلات مرجوة، قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، خاصة إذا يعني تم العمل عليها لوقت طويل وتريد استرجاعها، تذكر أن هناك أن الباوربوينت يقوم بحفظ تاريخ التعديلات والتي يمكنك أن تقوم باستعادتها. مثلا هذا الملف الذي شرحناه في فيديو سابق طريقة مشاركته والعمل عليه أونلاين، ستلاحظوا في الأعلى هنا أنه لدينا هنا عنوان الملف، ثم لدينا هنا last modified، يعني آخر مرة تم تعديل هذا الملف. لو انقرت عليها هنا سيظهر لدي هنا أنه لدينا طبعا المكان الذي تم حفظ الملف فيه location one drive you pick، ثم لدينا هنا version history، يعني النسخ السابقة. سأنقر عليها وستلاحظون أنه لدي مجموعة من التعديلات هنا. فلدي تعديل، عفوا قمت بفتح، لدي هنا تعديل ستلاحظون أنه في 26 من شهر ماي على الساعة 10:12 صباحا، وكذلك هنا على الساعة 9:53. يعني إذا كان لديك هناك مجموعة من التعديلات سيتم إظهار التاريخ مع الساعة. مثلا نفترض أن هذه النسخة الأخيرة الموجودة هنا تم عمل فيها تعديلات غير مرغوبة ونريد حذفها أو استرجاع النسخة السابقة. ستلاحظون أنني سأعود لهذه النسخة القديمة هنا، سأنقر عليها وسيتم فتحها يعني في نافذة جديدة. الآن هنا لا يمكنني أن أقوم بالتعديلات على هذه النسخة حتى أنقر هنا على، ستلاحظون هنا previous version، يعني أنه نسخة سابقة. يجب أن أقر على restore ليتم استعادة هذه النسخة هذا الشكل حتى أتمكن من تعديلها. فدعونا ننتظر قليلا. ستلاحظوا الآن أنه تمت استعادة النسخة. فيمكن أن أقوم بحذف النسخة السابقة، يمكن أن أقوم بنسخ المحتوى من هذه النسخة. مثلا هنا لاحظوا أنه يمكن أن أقوم بنسخ المحتوى إلى غير، يعني يمكن أن أقوم عليها بالتعديلات كما أقوم بذلك في الباوربوينت العادي. فتذكروا جيدا أنه لديكم إذا كنتم تعملون على الإنترنت وتعملون كفريق، هناك خيار هنا يمكنكم من خلاله استرجاع النسخ القديمة لعروض الباوربوينت. تذكروا هذا الأمر، لا تنسوا اللايك، لا تنسوا الاشتراك، وأراكم في فيديو آخر.